دعنا نتحدث الآن عن الأحزاب وباقي الأحزاب الموجودة في السودان، ما دورها الآن وهل سيكون لها دور في المرحلة المقبلة؟ الأحزاب الآن هي في مجموعات الأحزاب الكبيرة، حزب الأمة القومي والاتحاد المعارض هو الآن في مع قوى الحرية والتغيير، ولكن حزب الأمة القومي كما في البيان الأخير الذي أصدره صادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس الوزراء آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، نعم، يتكلم عن أن قوى الحرية والتغيير تفتقر إلى هيكلة قيادية، وافتقارها لهيكلة قيادية يجعل الفترة الانتقالية غير آمنة، ويدعو حزب الأمة القومي إلى إعادة بناء هيكل قيادي لهذه القوة حتى تستطيع أن تعبر بالسودان المرحلة المقبلة، وكذلك أن تعطي يعني وزنا حقيقيا للقوة السياسية، لأن الوضع الآن القوة الصغيرة السياسية الصغيرة كحزب المؤتمر السوداني وحزب الحزب الناصري والحزب البحث العربي هي قوة صغيرة في السودان، ولكنها نعم. الآن تملك صوتا أعلى حتى من حزب الأمة القومي نفسه. نعم، يعني هو حزب كبير جدا، فهو يعتقد أنه إذا لم تحدث يعاد هيكل للقوى الحرية والتغيير وبروز هيكل قيادي واضح، فإن الفترة الانتقالية نفسها لن تكون آمنة. هذا رأي السيد صادق المهدي. أما القوى الأخرى فهناك قوى مستبعدة بالرغم أنها معارضة بدرجة من الدرجات كحزب الإصلاح الآن بغير الدكتور غاز صلاح الدين العتباني وقوى أخرى، المؤتمر الشعبي الذي أسسه الدكتور حسن الترابي وغيرها، هي قوى معارضة لكنها الآن مستبعدة من كل المشاركات الموجودة.